شكرا للشريط. فيما يخص قرارات الهدم ورخص الهدم، هذه رانا نظمها المشرع في شحال من قانون، في اطار قوانين التعمير والبناء، ودائما كان ينص القانون على الفصل بين البناءات الفوضويه. البناءات الفوضويه كاين بناءات فوضويه اللي من بينها البناءات غير مرخصه، البناءات الفوضويه اللي صاحب الارض هو المالك تاعها، وكاين وين تكون بناء فوضوي زائد تعدي على الملكيه العقاريه تكون سواء ملك خاص ولا ملك عام، وكاين بناءات هشه كما هضر عليها البناء رئيس البلديه. بناء هشه والقصيريه هذه مفروغ منها، هذا التعدي، وهذه اليه راهم يديروها للتحايل باش يدوا مساكن اجتماعيه، ولا هذه حاجه اخرى. حنا رانا هنا حول البناءات الغير مرخصه. البناءات الغير مرخصه ولا التي لا تطابق رخصه البناء، هذه كان المشرع جاب عليها في القانون 08/15، وين باش يحبسوا هذه الظاهره، وين الداركو يعني الناس اللي بنات قبل 2008، وين دار اربع مجالات لتسويه هذه البنايات، وين تكون بنايه متممه غير متممه ولا تملك رخصه بناء، بنايه مبنيه غير متممه وعندها رخصه بناء، بنايه غير متممه وليس لها رخصه بناء، وبنايه متممه ولا تملك اي لا سند ملكيه ولا رخصه بناء. هنايا راهم اربعه تعليقات. فهذا دائما كان المشرع ينص سواء في القانون 08/15 ولا في 15/19 على ان يكون تسويه البنايه مطابقه لمخطط شغل الاراضي. حنا هنا نشوفوا باللي مخطط شغل الاراضي راه كاين مخطط شغل الاراضي اللي راه قادم عليه الزمن، راه كاين اللي عندهم بلديات اللي عندهم مخطط شغل الاراضي من سنه 2000 ولا مازال ما تحيينش، وما يقدرش يتماشى مع متطلبات الوضع الحالي، لانه دروك الناس كثرت، كاين استثمارات، كاين تجاره، كاين بكل ما يكونش يتجاوب راه هو اللي ادى للفوضى. الناس دروك يدير رخصه بناء يقول لك انا ندير رخصه بناء ومن بعد نبني كيما نبغي، يدير رخصه بناء على بناء طابق ارضي كاين اللي يحولوها حتى السكنات جماعيه، وين دار عشا دار فاطمه ومن بعد يعاود يحوس عليها تسويه. من بعد جا هذا القانون تاع لا 2255، لا 2255 ثاني يمد التسويه للبنايه اللي ما طابقتش رخصه البناء. من هذه القوانين واش نفهموا باللي الناس كيما يقول لك اذا عرف السبب بطل العمل. الناس علاش راه كاين تمادي في البناء الفوضوي؟ فهاد الساعه اللي رانا نهضروا فيها حنايا بلد في الجزائر راه كاين اكثر من مش عارف الاف تاع السكنات اللي راها تبنى بطريقه فوضويه. كاين اللي راها تبنى فوق ارض خاصه، وكاين اللي راها تبنى كما قالت ممثله الديوان في اراضي فلاحيه، كاين اللي راها في ليزات راه كاين ديزانفراكسيون كبار على 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 الرازات، كاين تجزئات فوضويه، تجزئه وين الناس راها تجزا وتبيع وتبني وبدون حاسب ولا راقب. من هذه انا فيما يخص المقترحات نقترح باش يكون البلديات كلها ولو الدوله تعاون في هذا الشيء باش يكون تحيين لمخططات شغل الاراضي في مخطط لي بوس. كي يكون تحيين تاع مخططات شغل الاراضي رايح المخطط شغل الاراضي راهم يعرفوا جماعه التعمير يندرج في 3 فاز. لا بروميير فاز سي لا فاز ايطا دي ليو. لا فاز ايطا دي ليو هي اللي غادي تخرج لنا وين راه كاين هذا التجاوزات وهذه التعديات. لو ريسونسمون سي تان ريسونسمون، مي يكون مقنن بمخطط شغل الاراضي. كي نعرفوا وين راهم هادو ونشوفوا اذا كان في امكانيات لتسويه هذه الاراضي وين راهم جايين، اسكو هذه اراضي خاصه اراضي ملك عام، وفرض غرامات على الناس اللي بنات بلا فوضى بالفوضى هذه، ونشوفوا كيفاش اليه باش نحبسوا هذه الظاهره. والا ما دام كاين هذه القوانين
مادام اشاك فوا تخرج لا لوازير وين كان 22:55 الناس دروك تهضر مع واحد راه يبني بناء فوضوي بالك غادي يخرجوني انا دوك الدوله ديال القانون يسدونا توجور الناس تستنى قوانين باش يديروا التسويه حنا لازم نوقفوا هذه ومن بين هذه التوصيات تكون كاينه منصه رقميه مادام رانا في الرقم هذا وكاع منصه رقميه للتبليغ على هذه التجاوزات تكون اي بناء فوضوي اي واحد حتى ونحترم لانونيما في التبليغ معليش بلغ وخلي الجهات المعنيه دير الواجب نتاعها لازم نوضعوا حد لظاهره البناء الفوضوي لانه علاش ما دام يكون كاين بناء فوضوي ما دام يكون كاين هدم ما دام العداله تثقل بهذا القضايا تاع الهدم ما دام ما يحبش من بين الاليات انا ندير نشوفها هي الاولى وضع هذه المنصه للتبليغ وشكرا.